أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة الموقرة في سبيل حماية هذا القطاع وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأمانا من أي وقت مضى. وقال معاليه لدى تفضله صباح هذا اليوم بافتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات التاسع بايبكس 2016 أن تنفيذ الإجراءات المتخذة وما واكبها من مؤشرات نمو كارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43% مقارنة بالعام الماضي، أثبتت جميعها أهمية تنظيم القطاع العقاري قانونيا على نحو يحول دون تكرار ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة. لذا فقد قرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على إحالة مشروع قانون شامل إلى السلطة التشريعية يهدف إلى سد الفجوات التي تعتري هذا القطاع الحيوي. وأعرب معاليه عن ثقته في قدرة السلطة التشريعية على إنجاز دراسة مشروع القانون وإقراره خلال الفصل التشريعي الجاري، لما لهذا القانون من أهمية قصوى وضرورة عاجلة ستساهم في حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة ومواصلة الحفاظ على معدلات عالية أو مستقرة من النمو في هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تقود نمو الاقتصاد غير النفطي ومحركا لأكثر من 90 نشاطا وصناعة مرتبطة به. وأكد معاليه أن الحكومة لن تدخر أي جهد في سبيل الوفاء بالتزاماتها لتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تواكب المتغيرات لخلق الآليات اللازمة لتحصيل الجزء الأكبر من المستثمرين للتكلفة الفعلية لإنشاء وتطوير البنية التحتية. وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تعمل وبشكل مكثف على الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الذي ستكون آثاره كبيرة على مجمل قطاع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، مشددا في الوقت نفسه على أن المرسوم لن تسري أحكامه على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم أو سكن أقاربهم من الدرجة الأولى. وعلى صعيد متصل فقد جدد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة دعوته إلى شركات التطوير العقاري العاملة في البحرين باستكمال إجراءات ترخيص مشاريعها من خلال المركز البلدي الشامل الذي منح مؤخرا 40 شركة رخصة مطور عقاري والتي تستوجب عليها بدورها ترخيص كل مشروع من مشاريعها على حدة. وقال معاليه لقد كانت توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء واضحة إلى جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة وتشدد دوما على تسهيل الإجراءات على الشركات وشركات التطوير العقاري والمستثمرين مع العمل بشكل متزامن على تطوير الأنظمة الحالية وإخضاعها للتصحيح بين الحين والآخر لضمان سهولة إصدار التراخيص اللازمة في الوقت المناسب للحفاظ على الاستثمارات وجلب المزيد منها والتي من شأنها أن تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل المختلفة.
في كل ركن حكاية عنوانها الأوحد مشاريع عقارية سارعت نحو تنميقها متنوع الشركات الطامحة لعرض ما لديها من نماذج عصرية يحتار الكلام بوصف ذلك الأساس الذي قامت عليه. عبر كل نسخة تفصح عن فتح أبوابها أمام المنخرطين في المجال الإنشائي والراغبين في رؤية ما يجود به من أفكار، يميل معرض البحرين الدولي للعقارات إلى طرح الغريب والجديد والنادر من تصاميم بناء حديثة تتواءم مع طموحات الباحثين عن بيت العمر النموذجي. أتمنى لهم إن شاء الله أن يكون لهم نجاح في جميع المشاريع التي قاموا بها، وأدعوهم أن يكملوا إجراءاتهم بالنسبة إلى تراخيص التطوير للمباني القائمة والمباني التي تحت الإنشاء. مزيد من الشركات، كثير من المشاريع الاستثمارية اللي تطرح لأول مرة، اندفاع قوية لسوق العقار في البحرين. إن شاء الله نأمل أن يكون هذا المعرض محطة للشركات البحرينية لترويج البحرين، ترويج المنتج البحريني. 3 أيام المعرض سيوضع فيها جمع المطورين العقاريين والجهات التمويلية تحت سقف واحد، ما من شأنه إتاحة الفرصة للمهتمين بالقطاع العقاري من مستثمرين ومشترين الاطلاع على أحدث المشاريع التطويرية التي تطرحها السوق العقارية في البحرين، فما يزيد على 40 عارضا يمثلون شركات التطوير العقاري من داخل المملكة وخارجها رغبوا في أن يكون لهم ركن ثابت في ثنايا النسخة 9 للمعرض الذي جلب أيضا العديد من البنوك المحلية لتقديم الحلول التمويلية اللازمة لامتلاك المساكن. بايبكس قاعد يتطور سنة عن سنة، خصوصا الحمد لله هالسنة توفقنا أن في مشاركات من خارج البحرين، فهذا يدلك على أنه معرض ناجح. بدينا إحنا في الأعمال الإنشاء والبناء، إن شاء الله خلال سنتين اللي هو في نهاية أو الربع الأول من 2019 راح يكون إن شاء الله المشروع جاهز. الطلب عليه جدا كبير. تقابلت مع كثير من الأجانب اللي كانوا برا البحرين جايين، وأنه وصلنا لدرجة أن كان عندنا العروض طيبة، وعندنا مو بس العروض حتى المواقع، يعني في مثلا المحلات موجودة على الماي وهذه مهمة جدا. السنة بايبكس 2016 في تصوري أكبر من العام الماضي، وهي يدلك على حركة العقار في السوق. وإحنا كنا استشاريين، معظم المشاريع تبتدي في البداية عندك، فتحس بوضعها في السوق بعد أشهر أو سنوات. إحنا نشوف في إقبال كبير. أول شيء إحنا تشرفنا مشاركتنا في هذا المعرض، وشكر للمنظمين. طبعا سبيريت هي جديدة في البحرين، تقدم قطع فنية مميزة ونادرة لأصحاب العقارات وأصحاب الانتيريال ديزاين، أوكي، اللي يبحثون عن الشيء الجديد والغريب والمميز. القطاع العقاري يعتبر واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها البحرين دوما في تحريك الاقتصاد الوطني. نماذج بناء عصرية تأخذك بسحر تصميمها الذي يأسر أفئدة الباحثين عن مسكن لربما طرق باب أحلامهم في اقتناء مقطن أمثل تستقر فيه القلوب، لتهيم في تفاصيله الأنفس التي ترغب أحيانا في رؤية الغرابة في كل شيء. عقارات تحاكي اللامنطق في إنشائها. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.